من المبالغ المالية عن محصول الحنطة المسوقة للسيلوات المحافظة. وقال مدير زراعة كركوك أن سبب عزوف الفلاحين عن زراعة محصول القطن في المحافظة والذي يعد من أجود أنواع القطن يعود إلى عدم استلام وزارة الصناعة في الحكومة الاتحادية لهذا المحصول من الفلاحين، فضلا عن وضعها شروطا تعجيزية تقف عائقا أمام الفلاحين لزراعة القطن. هلقرت حسن نسلط الضوء على هذا الموضوع في سياق هذا التقرير. أعلن مدير دائرة زراعة كركوك عن توزيع مستحقات فلاحي كركوك من المبالغ المالية عن محصول الحنطة المسوقة لسيلوات المحافظة التي بلغت 200,000 طن، مضيفا أن محافظة كركوك كانت في السابق تتصدر المحافظات العراقية الأخرى بالنسبة للمحاصيل الزراعية استراتيجية، لكن تردي الأوضاع الأمنية للبلاد حال دون ذلك. بلغ كميات الحنطة المسوقة إلى سيلوات محافظة كركوك حوالي 200,000 طن. تم تخصيص مؤخرا 250 مليار دينار لقيام الحنطة، وسيتم توزيع هذا المبالغ اعتبارا من الأسبوع المقبل على فلاحي محافظة كركوك بنسبة تقدر بحوالي 40 مليار دينار، وهذا سيستمر في خلال الأسابيع القادمة ليغطي جميع الفلاحين ويتم استلام وتسديد كافة أقيام الحنطة للفلاحين. في عام الماضي أكثر من 740 ألف دونم مزروعة بالحنطة، لكن هذه السنة هذه النسبة قلت إلى 418 ألف دونم، وبالنسبة للشعير سابقا كان 53 ألف دونم، حاليا بلغت 38 ألف دونم. مدير زراعة كركوك أوضح أن محصول القطن المنتج في المحافظة من أجود أنواع القطن، لكن رغبة الفلاحين بزراعة هذا المحصول تراجعت بسبب عدم استلام وزارة الصناعة العراقية ووضعها لشروط تعجيزية للفلاحين سبب عدم زراعة هذا المحصول. محصول القطن هو محصول صيفي صناعي واستراتيجي مهم، وكان محافظة كركوك متميزة بإنتاج القطن، ولكن في السنوات الأخيرة أيضا تراجعت هذا المحصول، وذلك بسبب عزوف الفلاحين من بزراعتها، وهذه ناتجة عن عدم استلام وزارة الصناعة لهذا المحصول وعدم تخصيص مبالغ لاستلام المحصول رغم وجود محالج القطن ومؤهلة في المحافظة. هذا أدى إلى تراجع هذا المحصول وعزوف الفلاحين عن زراعة القطن. الأوضاع الأمنية المتردية في العديد من مناطق البلاد ألقت بظلالها السلبية على واقع الإنتاج الزراعي وتراجع نسب تسويق المحاصيل. هلغورد حسن، فضائية كركوك. في شأن آخر، أكد الرئيس الأمريكي باراك أوباما في مؤتمر صحفي عقده في البيت الأبيض